امبارح كنت قاعد انا وحازم واحمد غزالي في البيت عند حازم، بنتفق ان احنا هنطلع نحلق على الطريق على العربية. فجأة جاتنا الحكومة في بيت حازم، جينا نجري من الباب اللي ورا بتاع الجنينة ولقينا اتنين واقفين، ضربت عليهم نار مجرين انا وحازم واحمد غزالي بسلاحنا. وبعدين عرفنا ان في ضابط ومخبر اتوفوا.